عبر محب الفنانة العراقية أمل عباس والتي تعيش في الكويت عن صدمته من تغير شكلها بعد مرورها بأزمة صحية أدخلتها المستشفى. جاء ذلك بعدما نشرت الممثلة الكويتية غدير السلطان فيديو جمع بالفنانة أمل عباس من داخل المستشفى، حيث بدا واضحا تغير ملامح وجهها بسبب المرض. وأدخلت الفنانة أمل عباس إلى مستشفى مبارك لإجراء عملية منظار، وذلك لمعرفة السبب في زيادة سيولة دمها، خصوصا أنها أجرت قبل سنوات عملية صمام في القلب. وقالت أمل عباس إنها لا تستطيع المشي منذ عودتها من الهند حتى يومنا هذا وفق الأنباء الكويتية. وتمنت عباس من جمهورها الدعاء لها بأن تشفى تماما من مرضها وأن تستطيع المشي لتزاول حياتها الطبيعية.